بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الأول الثانوي. لقد أنتم سيزاد شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية، إن شاء الله مستمرون معك في حل مجموعة من تدبير المنهج بتاعك لعام 2022 من كتاب المواصل لعام 2022. إن شاء الله النهاردة هنختتم الوحدة التاسعة مع التيست بتاعها. بدأنا إن شاء الله صفحة 159، بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ جزء أولاني في بارت 1، وهنبدأ بأول جمل في تشوز. الجملة واحد واثنين هناخد لهم اختيارين في كل واحدة، وباقي الجمل إن شاء الله هناخد لها اختيار واحد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ في أول جملة. تقول لك بسم الله الرحمن الرحيم which of the following work for somebody at their home. بيقول لك إيه which of the following، أي من الآتي، مالها دي؟ قال لك work for. work for معناها يعمل لحساب أو لمصلحة أو لصالح شخص ما في بيوتهم، يعني مين اللي في الوظائف دي بيشتغل عند الناس في بيوتهم، عشان تفهمها بطريقه ابسط. يعني ابلي، بلي معناها بلطجي متنمر، ولا هاوس كيبر، الهاوس كيبر بيقول عليها مديره منزل، ولا ان اورفن يتيم، ولا استرينجر غريب، ولا سيرفنت خادم. اللي بيشتغل عند الناس في بيتها هو الهاوس كيبر اللي بيقولوا عليها مديره منزل، وسيرفنت اللي هو بيقولوا عليه خادم. الوظيفتين دول هم اللي الناس بتاديهم في بيوت الاخرين. طيب نحرك الشاشة كده حركة بسيطة عشان تظهر الجملة التانية. someone who has a lot of money، شخص ما لديه الكثير من المال and property والممتلكات، can be described as، ممكن نوصفه بصفتين من اللي جايين. نوصفه بصفة wealthy بمعنى ثري، ولا wealth دي معناها الثروة، ولا rich بمعنى غني، ولا poor بمعنى فقير، ولا poverty بمعنى الفقر. الصفتين اللي يوصفوا إنسان لديه الكثير من المال والممتلكات هي الصفة wealthy معناها ثري، والصفة ريتش معناها أيضا ثري. صفتين ينفعوا إجابتين في جملة رقم اتنين. نتحرك على بركة الله للمجموعة التانية من تشوز، واللي هنا إن شاء الله هنختار إجابة واحدة. وبسم الله مع الجملة التالتة نبدأ. My father brought me our and كذا to teach me at home. كلمة brought هنا المعنى الحرفي ليها أحضر. بقول لك والدي أحضر لي كذا لكي تعلمني أو يعلمني في البيت. طيب جاب حد يدرس له في البيت، مين اللي جابه يدرس له في البيت؟ باترون معناها كفيل او راعي، ولا انجينير مهندس، ولا جفرنس مربيه، ولا نيرس ممرضه. اللي بيعلم الاطفال في البيت وبيبقى مقيم معاهم شبه اقامه شبه دائمه بيقولوا عليها جفرنس. جفرنس بمعنى مربيه. اجابه صحيحه في جمله رقم 3. 4 بيقول لك فيها she has the same family name، هي عندها اسم العيله هو هو، ازمي زي، يعني هي يعني الشخص اللي بيتكلم ده هو والطرف اللي بيتكلم عنه اللي هي مشتركين في اسم العيله. But she is no، ولكنها ليست ايه، يعني هم مشتركين في اسم العيله لكنهم ليسوا ايه بقى؟ relation، ليسوا اقرباء، ولا adult بمعنى بالغ، ولا bright بمعنى لامع، ولا servant بمعنى خادم. هم ليسوا but she is no relation. no relation معناها ليست قريبه، يعني مش من اقرباء. اسم العيله متشابه لكنهم مش اقرباء. 5 بيقول فيها some people who live in the mountains، بعض الناس اللي بيعيشوا في الجبال have little، لديهم ايه little؟ little هنا بمعنى بسيط او قليل. with the outside world بالعالم الخارجي، ليهم little ايه؟ hooves بمعنى حوافر، ولا right بمعنى صواب، ولا connect بمعنى يربط شيء بشيء او يوصل شيء بشيء، ولا contact بمعنى اتصال وتواصل. هي دي contact، عندهم little contact، التواصل بينهم وما بين العالم الخارجي بسيط جدا. 6 بيقول فيها it's known that من المعروف ان ايه يا عمي؟ is necessary كذا، is necessary الشيء ده ضروري، not only for the mind ليس فقط للعقل، but for the body and the character as well، ولكن للجسم والشخصية على حد سواء. ايه اللي مهم جدا ده واحنا عايزينه للدنيا دي؟ equipment بمعنى أدوات أو آلات، ولا schooling المقصود بها التدريس والتعليم، ولا decade بمعنى حقبة، ولا importance بمعنى أهمية. لا، اللي مهم لي ليس فقط للعقل ولكن أيضا للجسد وإيه كمان للشخصية هو schooling، اللي هو المعنى الحرفي ليها التدريس في أو التدريس والتعليم على حد سواء زي ما بيقولوا. طب نتحرك مع جملة رقم 7، واللي بيقول لك فيها طبعا ظهرت معنا الصفحة، بيقول لك فيها I am from أسيوط، ماشي أنا من أسيوط، ماشي سيدي، so I am كذا in أسوان، ولذلك أنا إيه بقى في أسوان؟ طب بلدي الأصلية أسيوط، طب لما أروح أسوان هبقى بالنسبة لهم إيه؟ expert خبير،
ولا اورفن يتيم، ولا جفرنس مربيه، ولا سترينجر غريب. سترينجر، انت رحت اسوان خلاص وبقيت كده غريب بالنسبه لاهل المكان. وين اي ام اواي، لما بكون بره بالخارج، مش يعني ايه بره، ايه عم اي كذا، ماي فاميلي الوت، ايه بقى عائلتي كثيرا، عايز اقول لك افتقد الى عائلتي، بتوحشني زي ما بيقولوا. طب نقولها بازاي، مس بمعنى يفتقد، ولا كير بمعنى يعتني، ولا ايرن بمعنى يربح فلوس، ولا فايت بمعنى يحارب او يتشاجر مع. لا تقول ايه، اي مس ماي فاميلي، بتوحشني عيلتي، افتقد اليها يعني. تسال ولا فيها ماي الدر براذر، اخي الاكبر، ماله بقى. واتشينج ا موفي، مشاهده بتاع ده فيلم، اون هيز كمبيوتر، على جهاز الحاسب الالي بتاعه، لاست نايت، في الليله اللي عدت. يبقى هنا هو بيتكلم عن حدث وقع وانتهى. طيب نقول ايه، يوز تو انجوي، لا يوز تو انجوي دي بتتكلم عن عاده في الماضي تغيرت في الحاضر، معناها اعتاد ان يستمتع. لا دي مش هي دي. was enjoyed كان يستمتع، في استمرارية في الماضي، ماضي مستمر يعني، ولا enjoyed ماضي ماضي بسيط، ولا would هو المصدر. لا انا هقول enjoyed اللي هي الماضي البسيط فقط. ليه؟ احنا قلنا هو بيتكلم عن حدث وقع وانتهى في الماضي، الليله اللي عدت اهي، last night. يبقى اخوه استمتع بمشاهده فيلم على الكمبيوتر بتاعه الليل الماضي، حدث وقع وانتهى، يبقى خلاص ماضي بسيط ومش محتاجه يعني كلام اكتر من كده. عشان بقول لك، في I waited at the door for 10 minutes، انا استنيت على الباب 10 دقايق، until he، لحد ما هو ايه بقى، it at last، it at last اللي هو it هنا طبعا عايد على الباب، عايز اقول لك لحد ما فتح لي يعني. طيب ادي الضمير هي موجود اهو فعل. طيب opened فتح ماضي بسيط، ولا had opened ماضي تام، ولا has opened مضارع تام، ولا was opening ماضي مستمر. لا انت عندك ماضي بسيط وفقط، يعني انا انتظرت ماشي على الباب 10 دقايق حتى فتح الباب، خلاص انت عايز ماضي بسيط وخلصت. طب ليه ما ينفعش الماضي التام يا مستر؟ الماضي التام بيقول ان هذا الحدث وقع اولا ثم بعدين جاء حدث ثاني. لا هو فتح الباب هو الحدث الاقرب مش الابعد عشان تخلي انت ماضي تام. طبعا المضارع التام مش هينفع، وما فيش برضه فيها استمراريه، لانه الباب بيتفتح مره واحده، مش بيقعد يفتح 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 عشان تخليها فيها was opening. بناكد على opened ماضي بسيط، اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 10. 11 بدأ في فراغ، وبعد كده لقي ان اكسيدنت، ان اكسيدنت اهيد، ان اكسيدنت اهيد معناها حادث قدام، يعني ربنا عافينا، بيقول له حادثه قدامك. طيب هي ستوبد هيز كار، وقف العربيه. طب ايه اللي هنا؟ انت كده عايز حاجه بنسميها جيراند يا شباب. يعني ايه جيراند؟ جيراند اللي بيقولوا عليه اسم فاعل. يعني ايه اسم فاعل؟ يعني مصدر فاعل اضيف اليه اي ان جي، بيعمل حاجتين، يعمل لك فاعل وفعله. يعني كانه بدل الضمير اللي هو الفاعل او الاسم وجاب معاه فعله. فالجيراند بيحل بالحكايه دي او بيقوم بالمهمه دي. طب نشوف كده الاختيارات المتاحه يا شباب اللي جابها لي على الجمله 11 ده هي، ونشوف اول اختيار بيقول لك سينج، وادي الجيراند اهو فكرته متحققه. تمام؟ طيب وبعد كده جايب لك وايل سينج، وجايب لك during seeing، وجايب لك having been seen. طيب الاجابه الوحيده الصحيحه في الجمله رقم 11 هي seeing الجيراند فقط. طب ليه يا مستر؟ لما انا اقول seeing an accident ahead he stopped his car، معناها في لحظه رؤيته للحادثه قدامه وقف العربيه على طول. تمام؟ ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان هو ماشي في الطريق بتاعه وشاف قدامه، يعني في لحظه ما شاف قدامه حادثه وقف. وقف على طول. خلاص كده؟ ماشي. طيب ليه يا مستر ما خدتش وايل سينج، في رغم اني انا عندي في القاعده بتاعت الماضي المستمر القاعده بتقول اني وايل لو جت جملتها من غير فاعل ينفع اجبرها جيراند. اقول له كلامك صح، بس الكلام ده ينفع امتى؟ لو قلت وايل سينج معناها ان الشخص ده كان بيتابع الحدث وعمال يشوفه، وهو بيشوفه وقف عربيته. لا لا، ده هو ايه، هو مش مستمر في متابعته للحدث، لا ده هو في لحظة ما، يعني بمجرد انه ما جت على الحدث ده يعني والعياذ بالله، وقف العربية، مش عمال يتابع في الحدث. عشان اقول لك وايل سينج هو عمال يتفرج يتابع يشوف 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 وبعدين راح وقف. لا، فهنا وايل سينج صحيح صياغتها سليمة، لكنها ما تدينيش المعنى اللي انا عايزه، هتديني فكرة خطأ تماما عن اللي انا اقصدها. انا اقصد ان في لحظة ما شاف الحادثة وقف، مش قاعد يستمتع بالفرجة وبعدين وقف. تمام. طب ليه ما نفعتش during seeing؟ during seeing صياغه خطا، لان during ما يجيش وراها gerund، يجي وراها noun. طب ليه ما خدناش having been seen؟ having been seen اللي هو مين؟ انت المفروض ان هو بتتكلم في بناء المجهول، طب فين اللي مبني للمجهول؟ مفيش الا شيء مبني للمجهول، ده الحدث قدامه ومفيش بناء المجهول. خلاص؟ فاذا ان هو having been seen مش هتنفع معايا، نرجع ناكد على seeing اللي هي واخده شكل الجيراند، وحققت زي ما قلنا قدامك انها جابت لي فاعل وفعله، حققت الإجابة في جملة رقم 11، وإحنا استفدنا في شرح السبب.
نتحرك على الصفحة 160 عشان نكمل باقي التيست اللي جاي على الوحدة 9، وهنلاقي نفسنا وصلنا لجملة رقم 12 واللي بدأ برضو فراغ، جاب فراغ بيقول لك ايه؟ I had done my homework. طبعا ادي فاعل مع جملة في زمن الماضي التام. بيكمل that I took a rest. يبقى الجملة اللي قدامك دي هي طرفها الاولاني ماضي تام وطرفها التاني ماضي بسيط جاي بعد الرابط ذات. طب مين اللي في اللي جاي دول ينفع اعمله او اربطه بالجملة بتاعتي؟ It wasn't until لم يكن كذا حتى كذا، ولا by the time بحلول وقت كذا، ولا the moment that في لحظة كذا، ولا just after يعني يدوب بعد كذا. اللي ينفع تربط الجملة اللي قدامي ده بالصيغة اللي انت شايفها هي it wasn't until. ليه؟ it wasn't until يا شباب دي بديل till و until، ماشي، وبيجي وراها طبعا بديلها بمعنى ان هي بتحل محلها. عشان تحل محلها هي الانفراجة او هي الصرفة، ان انا اطلع till بره في اول الجملة يعني، فبتجيب it wasn't until وبعد كده تجيب وراها جملة الماضي التام، وبعد كده بتجيب الرابط ذات وتجيب جملة الماضي البسيط، وده متحقق اختيار وحيد في جملة رقم 12 it wasn't until. معنى جملة لم يكن كذا حتى كذا، يعني هو لم يكن ما كاد كذا حتى كذا، ماشي، يعني ما كاد ينتهي من واجبه او يدوب كده خلص واجبه وبعد كده راح ايه، راح خد فترة راحة. تطش ولا فيها scarcely. وscarcely دي اخت هارلي، ماشي، تمام، اخت هارلي ونو سونر. المهم اختهم طبعا في فكرتي ان هما بيجوا جمله الماضي التام والطرف الاخر بيكون ماضي بسيط، بس يختلفوا عن بعض في حكايه الرابط. يعني هارلي وسكيرسي الرابط بتاعهم وين اهو، ماشي، ونو سونر الرابط بتاعها ذان. المهم دلوقتي هو جايب لي جمله على سكيرسي. طيب سكيرسي معناها ما كاد كذا حتى كذا زي ما بيقولوا، ودي فراغ ذا ميتنج وين هي تيرند اون هيز موبايل. طيب سكيرسي لما تيجي في اول الجمله بتعمل ايه؟ بتبدل ما بين هاد والضمير، ماشي. العادي ان الجمله تبدا بالفاعل ثم العادي اهو، خلينا مثلا العادي ان الجمله تبدا بفاعل مع هاد مع تصريف ثالث. الكلام ده لو سكيرسي، لو ده مكانها الطبيعي، لكن لما سكيرسي اللي تطلع بره هتلاقي هاد هي اللي تيجي الاول ثم الفاعل ثم التصريف الثالث، اللي هي الفكره دي. عشان ليه سكيرسي هاد هي ليفت ذا ميتنج، معناها ما كاد يغادر الاجتماع حتى وين، هون دي تديني معنى حتى وين هي تيرند اون هيز موبايل، حتى قام بتشغيل هاتفه المحمول، تمام، ودي المتحقق معايا وتديني فكره الماضي التام اهو متحققه في الجزء ده سكيرس اللي مع جمله الماضي التام، وطرف الجمله الثانيه بيكون ماضي بسيط. هي ديد ليف مش هينفع معايا، ان احنا قلنا عايزين ماضي تام، وهادنت هي ليفت واخده شكل النفي، واساسا سكيرسلي بتديني الى حد ما حته نفي، لكنه ايه، نفي بسيط، مش بدرجه ايه، مش بدرجة اللي لازم اقول لك نقطة وكلام من ده، يعني في مضمونها زي ما بيقولوا نفي خفيف. نتحرك مع الجملة رقم 14، بيقول لك فيها رودينا، مالها رودينا؟ فراغ تو بيت، رودينا كذا الفراش، مالها؟ بيفور ذات، قبل كده، ماشي، عملت ايه؟ شي هاد فينيشد هير هوم وورك، كانت خلصت الواجب. طيب يبقى نقول ايه عليها هنا؟ يبقى انت كده تحقق في الجملة في الطرف الثاني الماضي التام، يبقى المفروض ده يكون ايه؟ ماضي بسيط. طب نقولها بجو ولا بوينت ولا هاد جون ولا جونج؟ رودينا وينت، رودينا ذهبت للفراش، راحت نامت يعني. طب قبل ده كانت ادت واجبها. نحرك الشاشه عشان نشوف الجمله رقم 15، تبقى هي اللي ظاهره قدامنا، وبيقول لك فيها اور ان وجاي فراغ is someone that you don't know. كذا هو عباره عن شخص انت ما تعرفوش، اور someone in a new and unfamiliar place، او حتى ممكن يكون هذا الشخص الجديد وغير مألوف في مكان ما. ده نوع عليه فورينر، اجنبي. كلمه اجنبي يا شباب معناها من دوله تانية، يعني انت مثلا انت من مصر، لا ده حد جاي لك من انجلترا، من امريكا، ما اعرفش ايه، يبقى دوله تانية. سترينجر غريب، يعني ايه غريب؟ غريب معناها مش من المكان اللي انت فيه. يعني لو انت مثلا من مدينه زي مدينه القاهره مثلا، والشخص ده من مدينه الجيزه او محافظه الجيزه، غريب، في حين ان المسافه بين القاهره والجيزه ما فيش، يعني في المترو تاخد لها 10 دقائق تمام بالكتير، في المترو قصدي تاخد لها تلت ساعه، في القطر تاخد لها 10 دقائق، يعني ما فيش، يا دوب خلاص. ده اسمه غريب، لو بتاع القاهره راح الجيزه اسمه غريب، تمام. طب لو بتاع بولاق عدى الزمالك الناحيه الثانيه بقى غريب، يعني شوف الدنيا ازاي، يعني كده. طيب اوثر معناها مؤلف، وريليشن معناها حد من اقربائك. الشخص اللي بيبقى في مكان، ماشي، في مكان انت ما تعرفهوش،
او في مكان غير مألوف بالنسبه له كده كانه غريب. انت ممكن يعني لو خدنا لها مثال تاني كمان اقرب من كده، ده انت لو رحت الشارع اللي وراك بقيت غريب بالنسبه ليه للشارع اللي ده فيه، ماشي كده يعني. انما الفورينر ده لا، ده حد بقى جاي من دوله تاني، دي حكايه تاني خالص. 16 بيقول لك اه، وجاء فراغ سكول كذا، سكول كم سكول معناها مدرسه، از ا بليس هي عباره عن مكان، وير تشيلدرن حيث الاطفال ليفن ستادي بيعيشوا ويدرسوا فيه. ليه بيقولوا عليها مدرسه داخليه؟ طب تبقى برايمري ابتدائي ولا بريباراتوري اعدادي ولا هاي المدرسه العليا اللي هي الثانويه اللي حضرتك فيها ولا بوردنج؟ انا عايز بوردنج. ليه؟ لان عندك حاجه اسمها بوردنج سكول، مدرسه داخليه، وده مصطلح لازم تستخدمه زي ما هو. نتحرك مع الجزء الثاني من الامتحان، وده عباره عن قطع. القطعه اللي جايه قطعه جميله جدا، بتتكلم عن تحديدا مهنه التدريس، وبيقول ان مهنه التدريس من الـ 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 الوظائف المهمه جدا وفي نفس الوقت الصعبه جدا. ليه؟ لان المعلم بيتعامل مع افضل نقول ايه، افضل نبات موجود في المجتمع، اللي هو الزرعه اللي بتنبت بعد شويه لكل المجتمع. المصطلح ده من عندي. لكن القطعه بتقول لك ايه؟ القطعه بتقول لك ان المعلم بيتعامل مع البني ادمين في افضل مرحله عمريه، اللي هي مرحله الكرياتيفيتي، المرحله اللي هي فيها الابداع والايه نقول ايه الخلق العالي. بمعنى انك انت عندك قدره كطفل او كطالب، طفل طبعا من الناس اللي هم ابتدائي، انت طالب كبير عندك الجامعه ما اعرفش، الناس دي في مرحله الابداع. فالناس اللي في مرحله الابداع اللي هي الكرياتيفيتي ده، هي محتاجه حد يكون عنده قدره عاليه في التعامل معاها، ويدفعهم طول الوقت ان هم يكونوا في للامام، وزي ما نقول بيحققوا اهدافهم. مهنة التدريس مهنة صعبة جدا، إلا إنها مهنة بنقول عليها ريوردنج. يعني إيه ريوردنج؟ كلمة معناها مجزية. يعني إيه مجزية؟ أنت بتفرح قد إيه كمعلم، أو أنا بفرح قد إيه كمعلم لما أشوف أبنائي الطلاب وصلوا لمناصب عالية، قد إيه حققوا أحلامهم وأشياء من هذا القبيل. دي تعتبر مميزات للمعلم، لكنها للأسف المهنة لا تزال بها بعض الصعوبات والمشاكل. من ضمن المشاكل اللي فيها، او من ضمن عيوبها، انها وظيفه من الوظائف بيقولوا عليها ستريسفول. ستريسفول معناها كلها ضغوط، يعني حاجات نفسيه وضغط، انت تحت ضغط عصبي طول الوقت، عايز تبقى مركز مع الطلبه بتاعتك، عايز تدفعهم للامام. في بعض الطلبه بيبقوا يعني ربنا يصلح حالهم بتوع مشاكل ممكن يضايقوا المعلمين بتوعهم، الا ان انت لازم تكون صبور مع المواقف، حتى لو كانت تبدو هذه المواقف ليست سهله، لا لازم تتعامل معاها بهدوء. وفي بعض طلبه ربنا يصلح حالهم لما بيلاحظ ان في نقطه ضعف عند المعلمين بتوعهم بيحاولوا يتكوا عليها ويضايقوهم. لكن انا كمعلم لازم اكون اذكى من النقطه ده هي، واتعامل مع هذه المواقف واتخطاها بفكره ناجحه او بطريقه ناجحه. طبعا من ضمن الاشياء المتعبه جدا في الوظيفه التعليميه ان الطلبه ممكن يكون ليهم بعض التساؤلات عن اشياء، تمام، انت ما تقدرش تقول لا، ما تقدرش تقول مش مهم. الولاد كل شيء هاو يا مستر، واي يا مستر، وات فور يا مستر. انت لو انت قعدت تقول الحاجات دي بتبقى احيانا استفزازيه. طب انت تقول له لا الموضوع ده مش مهم، لا غلط، بالعكس، ده انت لازم ترد عليه، وترد عليه باجابه مقنعه علشان يبقى في اقتناع بيها، ويبقى في زي ما بيقولوا ايه الدنيا تمشي. طيب نشوف الاسئله اللي جايه على القطعه بتاعتنا، وبيقول لك ذا اكسبريشن ان فيفور اوف، كلمه ان فيفور اوف معناها بيؤيد كذا او معاه. يعني هتلاقي الكلمه اللي تساويها هي كلمه سبورتنج بمعنى تأييد او مسانده. نتحرك مع الجمله رقم 2، بيقول لك في اكوردنج تو ذا باسج، طبقا للقطعه بتاعتنا، ذا ستريس ان ذا تيتشنج بروفيشن، الضغط اللي بيتعرض ليه المعلمين في الوظيفه دي، ذا ريزلت اوف، نتيجه لايه؟ نتيجه لاني انت عندك كمعلم ذا ريسبونسابيلتي فور اوف ستودنتس، انت عندك مسؤوليه، مسؤول عن هؤلاء الطلاب. في السؤال الثالث، ذا وورد، كلمه كذا، فروم ذا باسج، من قطع، مينز انوينج، كلمه انوينج معناها حاجه مزعجه. الكلمه اللي وردت بالمعنى ده كلمه اريتيتنج، اريتيتنج يعني شيء بيسبب ضيق زعل. نتحرك مع جمله 4، وبيقول لك which of the following can be the best summary of the last paragraph، خد بالك من الحته دي، بيجيب لك الفقره كذا. احيانا كان اقول لك زمان كان اقول لك القطعه دي ملخصها ايه، لا دلوقتي بيحدد فقره. افضل تلخيص الفقره الثانيه هو العيوب بتاعت مهنه التدريس، the disadvantages of being a teacher، عيوب ان الواحد يبقى مدرس. خد بالك فيها which of the following is correct، اي من الجمل اللي جايه جمله صح، جمله صواب، حسب طبعا العدد. الاختيار دي teachers do their best for the students، ان المعلمين بيبذلوا قصارى جهدهم من اجل ايه؟ من اجل الطلاب. بنحرك الشاشه شويه عشان تشوف اسم الكتاب ورقم الصفحه وكله ده كويس.
Students feel الطلبة بيشعروا بإيه بقى؟ With good teachers، مع المعلمين الجيدين، أكيد بيبقى satisfied، بيبقى راضي. سامع ولا فيها teaching، التدريس، ماله التدريس يا عم؟ قال لك التدريس depends on creativity، يعتمد على الإبداع والخلق. طيب نروح مع الجملة مع الصفحة 162 عشان نكمل السؤال رقم 8 على القطعة برضو. بيقول لك teaching can be a very depressing job، التدريس ممكن يكون مهنة محبطة. For people who للناس اللي have not got strong، اللي ما عندهمش ايه قوي، اللي ما عندهمش كاركتر قوي، اللي ما عندوش شخصية قوية، بيبقى التدريس بالنسبة له مهنة مهلكة، مش مهنة بسيطة يعني. Teaching is a very tiring job، التدريس مهنة صعبة أو مرهقة متعبة. Since you have to، لأن أنت لازم إيه بقى؟ A lot of things، حاجات كتير تؤسس للطلاب. ليه؟ لأنك أنت لازم إيه؟ Explain، لازم تشرح، لازم تقعد تفسر له دي. طب بيقول لك ليه يا مستر؟ عشان كذا. فدي طبعا بيبقى فيها إرهاق طول الوقت. نتحرك مع الجملة الأخيرة على القطعة. Teaching is a rewarding job، التدريس مهنة مجزئة أو مجزية زي ما بيقول، مش مجزئة، مجزية، يعني كأنها بتكافئك. يعني بتكافئك امتى بقى؟ when you see how your students become، لما بتشوف قد ايه الطلبة بتوعك اصبحوا كذا people، اصبحوا ايه؟ اصبحوا ناس wiser، اكثر حكمة. تمام؟ طيب نتحرك مع الجزء الثالث والاخير في الامتحان، اللي هو عبارة عن التراجم وموضوع الانشاء. شوف الترجمة الانجليش الاول. a friend in need is a friend indeed، دي حكمة رائعة جدا يا شباب. if you haven't learned the meaning of friendship you really haven't learned anything. طيب ايه المعنى الجميل ده؟ بيقول الصديق وقت الضيق، وإذا لم تتعلم معنى الصداقة فأنت لم تتعلم شيئا حقا. يعني فعلا شباب، الصديق فعلا، الصديق الحق هو اللي أنت تلاقيه فعلا في وقت زنقة، مش اللي معاك وأنت في جيبك فلوس وما يعرفكش يقفل لك الموبايل لما تخلص. لا، ده مش صديق، ده منفعجي، يعني حد عايز ياخد منك بس وما يديكش. لا، ده ولا كأنك تعرفه. إن للأسرة دور مهم وحيوي في حياة الأطفال، فهي المدرسة الأولى التي يعرف الحياة من خلالها، يعني اللي بيعرف من خلالها الأطفال الحياة، يعني الأسرة. تمام؟ هي المدرسة الأولى اللي الطفل من خلالها بيعرف الحياة وضعها إيه أو شكلها إزاي، وهي تساهم بشكل كبير في تكوين وتنمية شخصيتهم، اللي هي طبعا برضو الأسرة. طيب نشوف الترجمة بتاعت الجملة. The family has an important and vital role in children's lives. It is the first school through which they know life. It contributes greatly to the information and development of their personality. طيب نروح للجزء الأخير في الامتحان، وهو الموضوع الإنشائي، وهنخليه هو اللي ظاهر قدامك علشان كمان تشوف منه رقم الصفحة اللي احنا شغالين عليها وبنختم بيها ايه الامتحان. الموضوع بيتكلم عن ايه؟ The role of teachers in society، دور المعلم في المجتمع. القطعة اللي هو جايبها على فكرة قطعة الفهم اللي كانت موجودة في الامتحان ده مفيدة، بس اوعى تعمل فيها نصح وتاخد منها جمل وتحطها في موضوع الانشا بتاعك، لان المعلمين اللي بيصححوا الامتحان عارفين القطعة اللي جاية عن ايه، وهيعرف انت نقلت الجمل كوبي بيست. خطأ الموضوع ده، خطأ، انت كده ما جبتش حاجة جديدة، انت جبت اللي انا جايبه لك، يبقى انت كده عملت ايه من عندك. ولذلك بقول لك خلي بالك لما تصادف ان يكون في موضوع زي كده وله علاقة بقطعة موجودة في الامتحان، ما تعملش فيها نصح وتاخد منها جمل، ان احنا بنقرا والله مش بنصحح كده خلاص، فما تعملش فيها نصح. انت بقى هات من عندك افكار واستفيد بالموجود. يعني انت ممكن تخدم نفسك وفي نفس الوقت تخليني ما اقدرش انا الاقي حجه عليك. يعني لما يكون في قطعه زي كده في الامتحان لها علاقه بموضوع انشا، ممكن تستفيد بيها وتخليني انا ما اقدرش اقول لك لا يا عم ده ما ينفعش. يعني خد الافكار اللي فيها استفيد منها، هات بس فيها جمل من عندك انت، وشوف الدور اللي بيعمله المعلم في المجتمع. المعلم هو اعتقد انه هو المنتج الاصلي والوحيد في المجتمع لكل الوظائف والمهن التي بيقوم بها وبيأديها أفراد المجتمع. هو اللي من عن طريقه بيطلع الطبيب، المهندس، المعلم الجديد، تمام، اللي بيوصل الرسالة وبيستمر فيها، كل الشخصيات، الضابط، كل حاجة، حتى سواق العربية، حتى الصنايعي اللي بيصلح لك حاجة برضو طالع من تحت ايد المعلم. تمام؟ كل دول بيفيدوا المجتمع، وهو المنتج زي ما قلنا الاصلي ليهم. المعلم بيأثر في الطلبه بافكاره، بيأثر فيهم بتسامحه، باخلاقه، كل الحاجات دي كلها اعتقد ان هي اشياء مهمه جدا هتلاقيها دي بتعبر عن دور المعلم في المجتمع. هو كمان اللي بيدي الطلبه القيم والمثل، لان هو اللي بيعلمها لهم، لان المدرسه
هي الجزء الثاني للأسرة، ما ينفعش نقول إن المدرسة عنصر والبيت عنصر، لا، أعتقد إن الاثنين مهمين جدا وبيكملوا بعض، لأن الأخلاق اللي أنت اتعلمتها بداية في البيت دي معروفة، ما لازم يكون البيت هو البداية، المدرسة بتكمل هذه الأخلاق وبتزيدها وبتأيدها أو بتقويها عندك. كده شباب يكون انتهى الامتحان على 1/9، على كده تبقى ان شاء الله المنهج بتاعك لم تنتهي بعد، هناك ان شاء الله المزيد والمزيد ان شاء الله. انتظرنا مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.